ولنقاش ملف أوضاع المعتقلين في العراق والانتهاكات المرتكبة بحقهم في اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر فرحان. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك. أستاذ عمر، كيف يمكن تقييم واقع السجون الحكومية وسياساتها مع المعتقلين، خاصة بعد ارتفاع معدلات الوفيات داخل السجون؟ نعم، هذه هي السياسة الممنهجة التي اعتمدتها الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، يعني بعد الاحتلال إلى هذه اللحظة، وحيث أن هذه هي السياسة التي تعتمدها هي التعذيب قبل التحقيق وأثناء التحقيق وبعد التحقيق وحتى أثناء المحاكمة. تقوم هذه السلطات الأمنية والجهات المختصة في وزارة العدل ووزارة الداخلية وحتى ما السجون التابعة للميليشيات، كل هذه الأجهزة تعمل على التعذيب الممنهج ضد المعتقلين لإرغامهم على الاعترافات بصورة وحشية، وهذا ما أكدته تقارير دولية عدة، منها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش العفو الدولية وحتى الأمم المتحدة في تقاريرها تثبت أن هناك عمليات ممنهجة لهذه الممارسات اللا إنسانية التي تتخذها السلطات كوسيلة لانتزاع الاعترافات من قبل المعتقلين، لا سيما في الآونة الأخيرة ومن بعد أحداث تشرين. اتسعت هذه الرقعة التعذيبية التي شملت حتى الناشطين في ثورة تشرين، وهناك ما يقارب 700 شخص هم أو 800 شخص على يعني عذبوا، وقد ناشدوا المركز العراقي والأمم المتحدة والجهات الدولية إلى أن تقف إلى جانبهم وإلى هذه اللحظة، مما استدعى أن نطلق هذه الحملة التي نجمع أكبر عدد من الشكاوى التعذيب التي مرصد ضد المعتقلين وضد الناشطين في العراق لتقديمها بصورة قانونية إلى الأمم المتحدة، وخاصة أن هناك كتعاون دولي ما بين المركز وبين المنظمات الدولية. فقد أجرينا مؤخرا عدة اتصالات وعدة اجتماعات ما بين هذه المنظمات حتى نوثق هذه حالات التعذيب ونقدمها إلى الأمم المتحدة، ونحث اللجنة الخاصة بالتعذيب ولجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة للوقوف على هذه الأحداث المأساوية التي تنتهك في السجون الحكومية وسجون الميليشيات. هذا فضلاً على أنه من واجبنا أن نقدم هذه الملفات حتى أن تكون هناك صورة واضحة لما يجري في المعتقلات والسجون. أستاذ عمر، في هذا السياق، هل وثقتم عدد من هذه القصص والشهادات التي وصلتكم؟ هل وصلتكم، بدأت في الوصول الآن واستجاب الأهالي؟ نعم، يعني منذ الوهلة الأولى لانطلاق الإعلان وصلتنا أكثر من شكوى، تقريبا في الساعة الأولى وصلت هناك 6 شكاوى من قبل ذوي الضحايا المعذبين في السجون، وبعضها يعني أكدوا على أنهم يعني يناشدون ويطالبون بحقوقهم التي انتهكتها أو سلبتها هذه القوات الحكومية، وبالتالي هناك يعني نوعا ما لا نقول تجاوب ولا عدم تجاوب، ولكن نقول خشية من أن تلاحقهم القوات الحكومية والأمنية إذا ما كشف عن أسمائهم. وبالتالي نحن في المركز وهذه المنظمات نقول لذوي الضحايا أن هذه الأسماء هي أسماء سرية، هي أسماء لا تعلن، وبالتالي التحقيق ومجريات التحقيق من قبل هذه المنظمة وهذه اللجنة التابعة للأمم المتحدة هي سرية، وبالإمكان الوصول إلى المعلومات أكثر من خلالهم حتى نصل إلى الحقيقة. هناك تخوف كبير من هؤلاء الضحايا أو أهالي الضحايا بأنهم سوف يلاحقون لاحقا من قبل هذه القوات والميليشيات إذا ما تم الكشف عن أسمائهم،
ونحاول في هذا الصدد ربما من باب إقناع أهالي الضحايا لتوثيق شهاداتهم بالتركيز على أهمية رفع هذه الشهادات لمتابعة قضايا الضحايا من المعتقلين والذين قضى بعضهم تحت التعذيب. على غرار هذه الحملة هناك حملة أخرى لأمهات الشهداء، نتحدث عن أهمية التحرك حقوقيا من قبل المنظمات وكذلك الحملات التي يديرها الأهالي بأنفسهم. نعم، هذه الحملات هي مهمة للضغط على المجتمع الدولي، لا سيما أن هذه الحملات هي نابعة من الألم الذي اكتنف هذه العوائل، ومن عدم وجود عدالة ووجود حقوق منصفة في العراق، وبالتالي هؤلاء الأهالي يطالبون من المجتمع الدولي، لا سيما أن هناك شواهد كثيرة تحدثت أو تقول أن هذه الحملات قامت بردة فعل دولية، ويعني التحرك الدولي يكون وفق حماية حقوق الإنسان عندما تكون هناك عدم كفاية وعدم قدرة لهذه السلطات، خاصة في مجلس الأمن والمادة السابعة من مجلس الأمن الذي تتيح للمجلس الأمن والقوى الكبرى بالتحرك عاجلا لوقف هذه الانتهاكات، لا سيما انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي هي من ضمنها التعذيب ومنها التهجير ومنها القتل خارج القانون وغيرها من الانتهاكات التي تحدث جهارا علنا في العراق منذ عام 2003. هذا يتطلب الكثير من المواقف القانونية فضلا عن المواقف السياسية التي من الدول التي تكون هي طرف في هذه الاتفاقيات عليها أن تحرك مجلس الأمن، وعليها أن تحرك المحكمة الجنائية الدولية، وعليها أن تحرك مجلس حقوق الإنسان للنظر عن كثب لهذه الانتهاكات الخطيرة التي تحدث على مرأى ومسمع الحكومة، وتغافل المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات بسبب السياسات التي قد تحدد أو نعم. تحد من هذه التدخلات التي توجبها المنظمة المتحدة وفق القانون الدولي. ما مدى أهمية تحقيق العدالة والحد من سياسة الإفلات من العقاب لتحقيق أو بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟ عندما تنعدم هذه العدالة وتنعدم ينعدم الأمن وينعدم الثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة، فإنها حتما أن هذه الحكومة تصبح غير شرعية، هذه الحكومة غير قادرة على حماية المدنيين، وبالتالي كما قلنا قبل قليل أنها تتطلب تدخلا دوليا لحماية هؤلاء وإعادة بناء الدولة من جديد وبناء القضاء وبناء العدالة وتمتين الصلة ما بين وربط الصلة ما بين المواطن وما بين الدولة. للأسف إلى الآن هذه الإجراءات الدولية لم تقدم خطوة واحدة على هذه الإجراءات الدولية، وبالتالي نرى أن الإفلات من العقاب الذي نرى أن الجنات يتوسمون في مناصب الدولة وأنهم يعني يسيرون ويمرحون في العراق ولا أي محاسبة قانونية تجاههم، وبالتالي منذ يعني ثورة تشرين وإلى هذه اللحظة أثرت الكثير هذه الممارسات وفقدان الثقة ما بين المواطن، حتى أنهم يعني في مناطق الجنوب في مناطق الشمال في مناطق الوسط أصبحوا أنه لا وجود للدولة وإن الوجود لمن يحمل السلاح المفلت. شكرا جزيلا لكم مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الأستاذ عمر فرحان، حدثتنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان.